أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هناك من يضع وجهه على الكعبة بين الحجر والباب ويبكي ويقول: هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: هنا تسكب العبرات، فهل هذا القول صحيح؟ هذا قاله على الحجر، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على الحجر الأسود، ما قاله على الكعبة. هذا غالط، اللي يقول الكلام ذا غلطان. الكعبة ما يتعلق بها ولا يتمسح بها، وإنما يقف بين الركن والمقام ويدعو عند السفر، هذا الذي ورد. أما التعلق بأستارها والتمسح بحجارتها أو وضع الجسم عليها، هذا من فعل الجهال لا أصل له. نعم.